سوسو. نعم يا ماما. اصحي يلا يا حبيبتي، عشان انا وانتي، عشان تصلي. حاضر يا ماما. كنتي بتقولي عشان انا وانتي ايه؟ لا، خليها مفاجأة. اول ما تصلي هقولك. حاضر. صليتي يا ماما؟ ايه هي المفاجأة؟ بصي يا ستي، المفاجأة ان هي مش، بصي، يعتبر بعد بكرة العيد، هو 29، مش عارفة امتى العيد بس قرب جدا، فاضل اقل من 5 ايام. ايوة يا ماما. وبعدين، فطالما فاضل كده فاحنا لازم نروح نصبغ شعرنا، نعمل اي فورمة، نعمل اي حاجة كده تغير من شكلنا. بجد يا ماما؟ ايوه طبعا بجد. امال انا مره ضحكت عليكي وكدبت عليكي؟ لا يا ماما، يعني احنا بجد هنروح نصبغ شعرنا ونعمل الحاجات اللي انت قلتيها. ايوه بسرعه، يلا روح البسي وانا هجهز الفيزا بتاعتي، عشان بقى نصرف بقى ونشتري كل حاجه احنا عايزينها، يلا عشان نلحق نيجي قبل ما العصر يأذن، عشان نعمل الفطار قبل ما المغرب قصدي يأذن. ماشي يا ماما، صاروخ وتلاقيني عندك جاهزه. ماشي يا حبيبتي، هنشوف الصاروخ ده. انا هلبس لبس حلو كده، عشان طالما احنا رايحين بقى وكده. الله، هلبس الفستان. يا لهوي، ده فستان العيد، كنت هلبس فستان العيد. لا مستحيل، لا ده وحش، وبرده ده مش بيعجبني قوي. ممكن البس الفستان اللي فوق ده، وهلبس برضو عليه التوكة بتاعته. بس كده هروح اوري ماما بقى الصاروخ. بصي يا ماما، صاروخ ازاي؟ شاطرة، ده انا لسه حتى ما قمتش من مكاني. انا هروح البس بقى. حاضر، يلا بسم الله. نشوف نلبس ايه. اول حاجة نجهز الطرحة، عشان انا كده كده هلبس الطرحة، وهلبس، شوف هلبس ايه بقى. يا ترى هلبس ايه؟ ايه ده، ما انا ممكن البس كده، بس لا، متهيألي ده ممكن ما يريحنيش قوي، فممكن نلبس حاجة تانية. لا ده مبين ايدي كتير، فمش هلبسه. ممكن البس ده. يلا بينا، يلا يا سارة البست. نسيت اجيب الفيزا، هروح اجيب. لا يا ماما خليكي انتي روحي البسي الكوتش بتاعك. ماشي، يلا بينا. الفيزا بتاعت ماما، احلى حاجة ان انا عارفة مكان الفيزا. ايه ده، ده الفيزا لايقة عليا. بسم الله ما شاء الله، صدفة. يلا يا ماما، يلا يا سارة. وهاخد برضو تليفوني، عشان لو بابا اتصل عليا. صح يا ماما، هو فين حازم؟ نسيت اقولك برضو، حازم وبابا راح، عشان برضو متهيألي هم قالولي ان هم خارجين، فممكن برضو يغيروا شعرهم وصبغة لونهم كده يعني. ماشي يا ماما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عايزين نحجز دورين. اسم مين لو سمحتي؟ سارة و... سارة سارة حمدي ووفاء مجدي. ماشي يا فندم. الفلوس حضرتك. اتفضل. شكرا، اتفضلي. سارة حمدي وفاء مجدي. نعم يا فندم. اتفضلي، جه الدور عليكم. ماشي شكرا. العفو. اول حاجة هتعملوا شعركم ولا هتعملوا ايه؟ ايوه يا فندم، بس لو سمحت انا عايزة واحدة 6 عشان الحجاب. هو فيه؟ ايوه لو سمحتي فيها، انا دي هالك. استاذة منى. يا استاذة منى. نعم يا استاذ طارق. روحي يا استاذة منى اتفضلي للناس بره. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت هتعملي شعركم ايه؟ لو سمحتي بصي، ممكن توريني الحاجات اللي عندك؟ بس ممكن، عايزه ترابيزه احط عليها حاجتي. اتفضلي جوه.
اهو هنا كده برضو احط تليفوني. يلا اتفضلي شوفي، اتفضلي اهم. بصي حضرتك ممكن اعمل ده، ماشي؟ العيال جاب، بسم الله. حلو يا سارة؟ ايوه يا ماما حلو. اقولك هجرب كده من الكعكات اللي هنا برضو هشوف. انا لو سمحتي عايزة دي. حاضر. حلوة يا ماما؟ ايوه يا سارة تحفة. ماشي يا ماما. يلا بقى هنشوف هنا، هنشوف الاتنين عشان برضو لو سمحتي حاجة عجبتني من هنا حاجة عجبتني من هنا. ماشي يا فندم براحتك. اه ممكن اجرب دي. لا وحشة قوي. ماشي يا فندم جربي اي حاجة انت عايزاه. اهو دي عجبتني قوي. حلوة يا سارة تحفة يا ماما، بس ممكن بقى نصبغ شعرنا لين تاني. ماشي اتفضلوا اتفضلوا. شكرا. اقعدي انتي يا فندم هنا. اجيب لكم الالوان ايه لو سمحتي يا طنط؟ ممكن تسرحي لي شعري؟ حاضر يا حبيبتي. مش ده برضه هجيب لك سبريت عشان يثبتهولك. وانتي برضه يا فندم هاجي اسرحهولك واعملهولك سبريت. ماشي يا فندم. اه لا لا مش تسرحيهولي عشان ما يبص. حاضر اللي انت عايزاه. هتصبغه بقى لون ايه؟ انت هتصبغي ايه يا ماما؟ بصي ساره بفكر انا وانتي نصبغه مثلا بينك عشان احنا طقمنا احنا الاتنين في بينك. ماشي بينك اهو، بينك 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 اهو. في نوعين بينك لو سمحتي، في ده اه جميل، في برضو ده. لا اللي ماما اللي مع ماما احلى. حاضر اتفضلي. شكرا العفو. يلا احنا كده خلصنا هنا. شكرا. حسابك كام؟ لا عند الكاشير بره. ماشي يا فندم باي باي. تشرفيني تاني. حاضر اكيد ان شاء الله. لو سمحت احنا صبغنا شعرنا وغيرنا التسريح. ماشي كده حضرتك 5300. اتفضل اتفضل. ماما. نعم يا حبيبتي. انا من رأيي يا ماما ترجعي وتغيري تسريحة شعرك عشان انت كده كده اصلا كنت عاملة كعكة، فانت تغيريه وتعملي حاجة تانية. تصدقي يا بنتي؟ ماشي. طب ثانية بس لو سمحت جايين تاني. ماشي يا فندم براحتك. طب فندم لو سمحتي. نعم. لو سمحتي بس احنا عايزين اغير تسريحة شعر. ماشي اتفضلي اقلعي الطرحة وتفضلي اختاري تسريحة. ماشي ممكن اختار يا ربي، ممكن اختار ايه دي كده اجربها. لا وحشة مش عجباني. اختار حاجة تانية. مثلا هختار مثلا اللي انا كنت هختاره ده، هجرب دي بس. لا مش عجباني. هجرب دي. خلاص هاخد دي. ماشي يا فندم براحتك. لو سمحت انا غيرت تسريحة شعري. خلاص يا فندم كده زاد الحساب كده بقى 6100 جنيه. اتفضل بقى اتفضل بقى خدي الباقي. ماشي شكرا العفو. الحمد لله وصلنا المول. ايوه يا سارة بس هي فين طنط اللي شغالة هنا؟ ثانية يا ماما ما هروح اناديها. قلت لك يا فندم لو سمحتي انت وبنتك عايزين تعملوا ايه؟ بصي يا فندم انا ممكن اخد حبة مساج. ماشي اتفضلي اهو. وانتي يا حبيبتي هتاخدي ايه؟ بصي يا طنط انت ممكن تحطي لي مثلا هو المانوكير ده حلو. ايوه يا حبيبتي ممكن تجربيه. لك ما مش عايزه. لا ماشي يا حبيبتي امال عايزه ايه؟
ممكن احط الماسك ده. ماشي حبيبتي، اقعدي فيه نص ساعة لما برضو مامتك تخلص. حاضر يا طنط. لو سمحتي يا حبيبتي تعالي. خلصت كده، اجيب لك ايه بقى هتحطيه؟ هاتي لي برضو ماسك زي سارة. حاضر. وانا يا طنط كده خلص. ايوه يا حبيبتي، ثانيه بقى عاملك بقى دي، عشان بعد الماسك لازم بنحط دي برضو، دي كده وبس. يلا انت كده خلصتي. ماشي، برضو احط لك ده كده زي بنتك، وبرضو ده كده خلصته. ولا عايزين تحطوا حاجة تانية؟ لا يا فندم مش عايزين. كده الحساب كام؟ كده الحساب 9500. ماشي اتفضلي الفيزا. ماشي اتفضلي. لازم هتنورونا تاني. ايوه اكيد. مع السلامة. مع السلامة. يلا بقى يا سارة عايزين نروح عشان نلحق نعمل الاكل. حاضر يا ماما. يلا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يلا يا ماما مع ده الكسر. حاضر. هحكي لكم النهارده قصه قابيل وهابيل. بعد ان ولدت حواء قابيل وهابيل واصبحا قادرين على العمل، بدا بالعمل في الزراعه. فكان هابيل يعمل في رعي الاغنام وقابيل يعمل في زراعه الارض. وبعدها قام كلا من قابيل وهابيل بالزواج من اختيهما في حادثه هي الاولى على الارض، وذلك من اجل الحفاظ على بقاء النوع الانساني. وبعد ان تمت الخطبه واراد ادم عليه السلام ان يتم الزواج الفعلي، رفض قابيل. وعندها عرض نبي الله آدم عليه السلام عليهما أن يقدم قربان إلى الله عز وجل، ومن يتقبل منه القربان هو الذي يختار من يتزوج. فقدم هابيل جمل من أنعامها التي يملكها، أما قابيل فقد قدم من زرعه الذي يعمل به. وعندها نزلت نار من عند الله عز وجل فأكلت القربان الذي قدمه هابيل وتركت قربان قابيل. وهذا دليل على قبول الله عز وجل قربان هابيل عندها. وقال قابيل لأخيه لأقتلنك، فقال له هابيل إنما يتقبل الله من المتقين. وبعدها قام قابيل بقتل هابيل، وقد كان السبب الظاهر للقتل هو تفوق هابيل على قابيل في الحكمة والذكاء والعطاء. وتقول بعض الآراء أن حادثة القتل كانت في جبل مطل على دمشق، ولذلك فأن هابيل هو أول مقتول على وجه الأرض وقابيل هو أول قاتل. ولكن المشكلة التي واجهت قابيل بعد أن قتل أخيه أثناء نومه هو أنه لم يقدر على أن يخفي جثته، ووضعه في جراب كبير صنعه له حتى يخفيه وحمله على ظهره، ولكنه لم يدري ماذا فعل به. بعث الله غرابا يحفر في الأرض ليدفن جثة غراب آخر كان قد قتله أثناء شجار بينهما. وعندها شعر قابيل أن الحل هو أن يوري التراب على جثة أخيه ويدفنه في حفرة مثل ما فعل الغراب. وعندها بدأ الألم والندم يتخلله لما فعل. وكده خلصت قصة النهاردة. وبكده خلص فيديو النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في قناتنا وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وباي.